بدأت القصة بإيمان مطلق بالموهبة والشخصية، قصة كفاح وإرادة وشغف بكرة القدم ورغبة جامحة بالصعود إلى قمة الهرم الكروي وعدم الخضوع للعراقيل والمصاعب والعمل على تذليلها. رحلة بدأت عندما التقى بطل قصتنا بمدرب حراس المنتخب جون بوريج. قصة ستلهم الكثير من اللاعبين الشباب في العالم العربي. هذه هي بداية قصة الحارس العماني علي بن عبد الله الحبسي. للوهلة الأولى لم تعتقد أن النهاية ستكون كالبداية، إن علمت أن علي الحبسي هو من مواليد 30 ديسمبر عام 1981، لم يحصل في الثانوية العامة على علامات جيدة تؤهله إلى إكمال دراسته، وقرر التوجه ليعمل كرجل إطفاء لمدة 12 ساعة يومية في مطار مسقط الدولي الذي يبعد عن منزله في ولاية المضيبي مسافة تزيد عن 140 كيلومتر. يقول الحبسي أن عمله كرجل إطفاء ساعده بشكل كبير على بناء شخصيته وتطوير عقليته، وتعلم الكثير من الأشياء في الحياة، وقد كان لهذا العمل الأثر الكبير في مسيرته الكروية. بدأ مسيرته مع نادي المضيبي المحلي في الدرجة الثانية موسم 1998 واستمر معهم 4 أعوام، وفي موسم 2002-2003 انضم إلى النصر العماني وشارك في 4 مباريات وحقق مع الفريق كأس السلطان قابوس، ثم شد الرحال إلى النرويج ليبدأ مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية. شكل هذا الانتقال منعطفا مهما في مسيرة الحبسي للصعود نحو القمة ليلعب مع فريق لين في النرويج ما بين أعوام 2003-2005، ويتأهل مع نادي إلى نهائي الكأس سنة 2004، ويحقق معهم في الموسم الثاني المركز الثالث في الدوري، ويحصل في الموسمين على جائزة أفضل حارس مرمى في النرويج. بعد هذا التألق وفي صيف 2005 حصل علي الحبسي على عرض من نادي بولتون ونادي مانشستر سيتي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ذلك كان حلمه وهدفه الأكبر الذي يرغب بتحقيقه وبشدة، وبالرغم من أن عرض السيتي كان الأفضل، لكن نجمنا العربي اختار اللعب مع نادي بولتون الذي كان في وقتها الأفضل في المستوى من نادي مانشستر سيتي. ومع نهاية الدوري النرويجي في شهر نوفمبر عام 2005 هزم الحبسي حقائبه في يناير عام 2006 إلى نادي بولتون هناك في إنجلترا لتبدأ الرحلة التي مرت بالعديد من التقلبات والعقبات ولم تكن سهلة أبدا. من المفاجأ أن تسمع أن الحبسي يوقع مع بولتون وهو يعلم أنه الحارس الثالث للفريق خلف كل من الفنلندي يوسي سكايلاين، الإنجليزي إيان ووكر، وتحت قيادة المدرب المعروف سام ألردايس. كان الحبسي يبحث عن تحد جديد ليثبت به نفسه، لكن في الموسم الأول مع بولتون لم يلعب أي مباراة. أما في الموسم الثاني جاءته الفرصة للعب أول مباراة على الملاعب الإنجليزية 26 من شهر أيلول عام 2007 ضد نادي فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، كما أنه شارك في كأس الاتحاد الأوروبي ضد بايرن ميونخ. تلك المباراة التي تألق بها الحبسي بشكل كبير وساهم بتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وبعد تأهل الفريق إلى الدوري 32 من المسابقة وثم إلى الدوري 16، شارك الحبسي ضد نادي سبورتينغ لشبونة في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف لكل فريق. وفي شهر مارس عام 2008 حانت اللحظة التي انتظرها علي الحبسي طويلا، وهي المشاركة في مباراة البريمير ليج بعد إصابة الحارس الأساسي للفريق سكايلاين. قرر مدرب الفريق حينها غاري ميكسون وبعد الأداء الذي قدمه الحبسي في المباريات التي لعبها كلاعب مهم في الفريق الاستعانة به ليكون الحارس الأول في 10 مباريات المتبقية من الموسم، وتحديدا في 16 من شهر مارس عام 2008 لعب الحبسي أول مباراة ضد نادي ويغام، وفي المباراة الثانية له كانت أمام مانشستر يونايتد على مسرح الأحلام. وبالرغم من خسارة الفريق بهدفين نظيفين إلا أن الحبسي حصل على جائزة رجل المباراة. ومع نهاية موسم 2007-2008
كان قد لعب في 10 مباريات في الدوري الممتاز و16 مباراة في كافة المسابقات، لتقرر إدارة نادي بولتون تجديد عقد علي الحبسي حتى عام 2013، لكن ذلك لم يغير من الأمر شيء، حيث بقي حبيسا للدكة في موسم 2008-2009 ولم يلعب أي مباراة في هذا الموسم. وفي موسمه الأخير مع بولتون لعب فقط في 5 مباريات في كافة المسابقات. بعد أن أمضى عدة مواسم في فريق بولتون ولعب في عدد قليل من المباريات، كان الحبسي يمتلك رغبة كبيرة باللعب أسبوعيا، لذلك قرر الخروج من الفريق. فحصل على تلك الفرصة وقدم نادي ويغان عرضا للحبسي مع التأكيد بأنه سيكون الحارس الأول للفريق، لينضم على سبيل الإعارة في موسم 2010-2011، وذلك لتعويض الحارس الأساسي للفريق كريس كريكلاند الذي أصيب وغاب لفترة طويلة، ليلعب تحت قيادة المدرب الإسباني الشهير روبرتو مارتينيز 39 مباراة خلال فترة الإعارة في مختلف المسابقات. وكانت أول مباراة له مع الفريق أمام نادي توتنهام، وقد انتهت بفوز ويغان بهدف نظيف وحصول الحبسي على رجل المباراة، حيث قدم أداء مبهرا وزاد عن المرمى بكل براعة ليمنع مهاجمي توتنهام من التسجيل. ومنذ ذلك اليوم أصبح بطلا لمشجعي فريق ويغان، وباتت الجماهير تهتف باسمه في المدرجات ليحصل بفضل الأداء المبهر على جائزة أفضل لاعب في النادي بعد استفتاء جماهيري. وفي نهاية الموسم قررت إدارة نادي ويغان شراء عقد الحبسي بشكل نهائي من بولتون بما يقارب 4 مليون باوند، ليكون بذلك أغلى صفقة حارس مرمى في تاريخ ويغان، ليستمر مع ويغان حتى نهاية موسم 2014. وبعد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى انتقل بنظام الإعارة إلى نادي برايتون لمدة 3 أشهر، وعاد بعدها إلى ويغان من جديد حتى نهاية موسم 2014-2015. لنتحدث عن أهم إنجاز لنادي ويغان والحبسي عندما حقق مع الفريق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي سنة 2013. لم يكن هو الحارس الأساسي في هذه البطولة، لكنه شارك في مباراة النصف النهائي ضد نادي ميلول الذي انتصر فيها الفريق بهدفين نظيفين وتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي الكأس، وحقق اللقب بعد أن انتصر في النهائي على نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف، ويعد هذا هو أهم إنجاز في تاريخ النادي منذ تأسيسه إلى الآن. ويذكر أن نادي ويغان هبط في نهاية هذا الموسم إلى دوري درجة الأولى الإنجليزي ليلعب الحبسي في الموسمين القادمين مع الفريق في بطولة الشامبيونشيب في 36 مباراة، ويحقق 12 مرة شباكا نظيفة. وينتهي عقد الحبسي مع الفريق بعد أن شارك في أكثر من 150 مباراة مع الفريق، وينضم بعدها بشكل مجاني إلى نادي ريدينغ لموسمين في شهر إبريل موسم 2015-2016. كان هو أول حارس عربي يحمل شارة القيادة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت نادي ريدينغ مع ليدز يونايتد، وقدم مع نادي ريدينغ مستويات مميزة وسمي في تشكيلة أفضل اللاعبين بدور الدرجة الأولى موسم 2016-2017، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بفريقه في الموسم نفسه. وفي صيف عام 2017 يخرج النجم العماني من أوروبا بعد 17 سنة في القارة العجوز، ويعود إلى المنطقة العربية تحديدا مع الزعيم الهلالي في السعودية، ويلعب معهم موسمين ويحقق معهم بطولة الدوري ولقب السوبر السعودي موسم 2017-2018، بعد أن شارك في 19 مباراة بمختلف المسابقات، ويحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 18 هدف. وفي الموسم الثاني مع الهلال لعب الحبسي 25 مباراة بمختلف المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 7 منها، ثم يقرر العودة إلى البريمير ليج من بوابة نادي ويست بروميتش ألبيون، ليستمر معهم لموسم واحد لعب فيه مباراة واحدة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يقرر الاعتزال عن عمر 40 سنة في نهاية موسم 2020.
عرف الحبس في إنجلترا إنه من أمهر الحراس تصدياً لركلات الجزاء، حيث تصدى خلال تواجده في الدوري الممتاز لنصف الركلات التي نفذت عليه، وقد تصدى لركلات جزاء للعديد من النجوم بينهم روبين فان بيرسي وكارلوس تيفيز ومايكل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي، حيث أنه الحارس الوحيد الذي تصدى لأربع ركلات جزاء لموسم 2011-2012. مسيرة علي الحبسي مع المنتخب العماني. كان أول ظهور له مع المنتخب في شهر يناير من سنة 2003 أمام النرويج، وشارك أيضا في تصفيات كأس آسيا عام 2004 وكأس العالم 2006، وتخلل مشواره الدولي المشاركة في ثلاث نسخ من كأس آسيا 2004-2007-2015، ولعب في كأس الخليج مع عمان خمس مرات، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة للخمس مناسبات، وحقق لقب خليج 19 سنة 2009، وأيضا حصل على جائزة أفضل حارس عربي 2004. وقد شارك الحبسي مع منتخب بلاده في 136 مباراة، محافظا على نظافة شباكه في أكثر من 30 مباراة حتى اعتزاله في يناير 2020. يعد علي الحبسي أسطورة الحراسة العربية والآسيوية، فهو من أفضل الحراس العرب في التاريخ، فقد وصف بأنه أفضل حارس مرمى وصل إلى نادي ويغان على الإطلاق. إنه حارس رشيق جدا ولديه ردة فعل سريعة، ويتعامل بثقة كاملة مع الكرة العرضية، كما أن لديه كل ما يمكنك توقعه من حارس مرمى يلعب في أعلى المستويات.